تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح. وقال منظمو المظاهرة إن القوات الإسرائيلية أحرقت الفلسطينيين أحياء في مخيمات رفح وأضرمت النيران في مخيمات النازحين، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد قسوة مع إسرائيل من أجل وقف الحرب. Est-ce que vous êtes là pour la libération de la Palestine ? Ouais !